الصحفيون من جميع دول العالم وأيضا السواح توافدوا منذ باكر الصباح إلى هذا المكان، وكانت معهم البيان. هذا المكان في ميناء بايكونور الدولي الذي نشاهد فيه الآن الصاروخ الذي يتم نقله للمكان المخصص له لكي يطلق بعد أقل من 48 ساعة المركبة الفضائية، وعلى متنها سيكون رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري إلى المحطة الدولية للفضاء كأول رائد فضاء من الإمارات والشرق الأوسط والعالم العربي. لحظة حاسمة وتاريخية، الجميع هنا يشاهدها وانتظرها بفارغ الصبر منذ الصباح الباكر، والبيان طبعا متواجدة في قلب الحدث.